انا يا جماعه دلوقتي في معرض فرانكفورت الدولي لسنه 2019 في المانيا. احنا معرض لطيف وظريف وعندهم قاعات زينا كده في اوتوماك والجو والدنيا حلوه. في قاعه من القاعات بتاعتهم اللي هي قاعه الكلاسيك والعربيات المعدله زي عندنا برضو. القاعه اللي عارف بتعدي كده تمشي ما بتتفرجش فيها على حاجه. قاعه ورايا هي اللي ورايا دي. دخلت اخد فكره يعني ابص بصه كده لقيت عربيات جوه. انا لما شفتها كنت هتجل يعني كان هيجيلي جلطه يعني الشريان التاجي راح راكب على اللي جنبه كده. حسيت ان انا اللي هو ايه ده عربيات جوه غير طبيعيه. فانا تعالوا معايا ده المدخل بتاع القاعه هوريكم جوه خمس عربيات لقيتهم. لو واحده بس جت منهم البلد واحده بس يعني البلد هتقف على رجل يعني مش هتقوم يعني مش حت يعني مش عارف اقول لكم ايه. تعالوا قلنا تعالوا اول عربيه حابب اوريها لكم الحقيقه. بس قبل ما اوريكم انا بس عايز اقول لكم انا بحترم جدا العربيات الكلاسيك يعني بحب كله. بس انا في حقبه من العربيات كده لقيتها هنا دي مش العربيات اللي تترمي في الحته دي خالص. ومع ذلك خليني اوريكم اول عربيه لقيتها مرميه كان محدش بيبص عليها اساسا. عربيه بوجاتي فيرون الموديل اللي هو الجينيريشن 1 بقى اللي هو اول واحد نزل اللي هو كسر الدنيا الالف حصان. دي من العربيات لقيتها مرميه هنا كده محدش بيبص عليها خالص. ما بالكم بقى اللي جاي يعني حاجات طبعا انا مش قادر. العربيه الثانيه اللي لقيتها او تقدر تقولوا العربيتين اللي لقيتهم هم اللي ورايا دول 8C كومبيتيشوني واحده كوبيه وواحده سبايدر. شوف انا شغال في الشغلانه دي بقالي كام سنه اول مره اشوفهم على الحقيقه في حياتي كان النهارده والاثنين جنب بعض واقفين كده. دي عربيه نادره جدا ليميتد برودكشن الفا روميو عملوها فيها موتور 8 سلندر هي مازيراتي متخفيه يعني عربيه يعني يمكن ناس كتير ما تبقاش مقدراها بس هي عربيه نادره قوي ان انا الاقيها محطوطه في وسط الناس كده عادي. وبص شوف مفيش حد حواليها. تخيلوا العربيه دي توكيل الفا روميو ممكن يبيع عياله علشان يوقفها في معرض عادي جدا. العربية الثالثة اللي صعقت الحقيقة لما شفتها هي اللي ورايا دي عربية اسمها مكلارين اس ال ار ستيرلينج موس. العربية دي بيزد على المكلارين الاس ال ار اللي انتوا عارفينها لكن هي معمول منها 75 نسخة بس. وزي ما انتوا شايفين كده هي المفروض ان هي يعني كرسيين بس مش قاعدين جنب بعض ممكن الكرسي التاني تقفله كده. عربية يعني مش اللي تقف الوقفة دي والله. في عربيات زبالة بره في المعرض ملموم عليها الصحافة العالمية كلها لكن دي تقف كده ما يصحش. العربيه رقم 4 اللي ورايا دي بقى برضو انا صعقت لما شفتها الحقيقه لان دي بقى يعني انا ما اتخيلش انا هشوفها لغايه ما اموت مش مثلا لغايه ما اخلص المعرض. دي ما فيش منها غير واحده بس في العالم. هي معموله على شاسيه العربيه الفيراري ال 488 بس الفنان الديزاينر بينين فارينا قرر ان هو يحط التاتش بتاعه بقى فعمل الموديل ده سماه باتيستا وقلب العربيه كهربا بالكامل بقى. بس ارقام بيرفورمانس غريبه يعني بيقول لك العربيه 2000 وكام 1900 حصان و2300 نيوتن وبتعمل 0% في تحت الثانيتين. طبعا انا ما عنديش اي فكره هو بيهبد ولا وضعه إيه. لكن ده اللي مكتوب على العربيه. لكن دي عربيه من العربيات اللي برضه ما ينفعش تقف الوقفه دي يعني دي تتحط فين يعني مش عارف تتحط فين. ما تتحطش هنا يعني تتحط في اي حته بس مش هنا. واخيرا وليس اخيرا العربيه اللي انا لما لقيتها هنا حسيت ان انا هعمل بيبي يعني لقيت بيبي لا ارادي نزل من فرط السعاده وتترعش يعني تترعش والدموع ابتدت تنهمر. العربيه اللي ورايا دي البورشا كاريرا جي تي عربيه بقى من الزمن الجميل 2003 تقريبا من 2004 في الحته دي موتور 10 سلندر بقى بتاع ليمون مانيوال حاجات الحلوه بتاعه زمان. وبعدين عربيه ليميتد جدا صعب قوي ان انت تلاقيها وكل اللي موجودين في العالم مركن في جرازات مفيش حد بيخرج خالص بيهم يعني. والعربيه دي عايز اقول لكم معلوماتكم جت مصر مره واحده بس يعني قعدت اسبوعين كده كانت بتاعت حد مش عارف يمني ولا ايه وما قدرتش تستحمل لبست لها اربع بلعات راحت واخده بعضها ورجعت قالت والله ما انا داخله تاني. فمن العربيات اللي انا بعشقها وما صدقتش حقيقه يعني ما صدقتش والله العظيم لما شفتها كده حسيت ان انا لا 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 انت يعني مش مكانك مش هنا. وبكده يا جماعه اكون وريتكم خمس عربيات متفرقه من المكان الجميل ده في معرض فرانكفورت الدولي. لو هنطلع بخلاصه من الفيديو ده الخلاصه بتقول ان احنا يعني احنا غلابه جدا والله العظيم احنا قمه في الغلب مش عارف اخرتها ايه هنقعد نتفرج كده لحد امتى كفايانا غلب والله العظيم انا تعبت من اللي انا شفته. فبليز حاول نرتقي نقلل الجمارك نزود المرتبات اي حاجه بس يعني نركب بقى عشان تعبت.